Alla fine dei grigi. Ah, che la sta accendendo? اي احد المتظاهرين في النجف الاشرف شوفوا الرمي الحي من جماعه عمار الحكيم. الله لا ينطيكم رجال قد ابوكم. الله لا يطيكم. هذا رمي الزبقه. منصور ان شاء الله عمي منصور. الله يحفظكم. مبروكين مبروكين. لا عمار مبلوك مبلوك. طولة السالفة كلش مطولة لاخر نفس. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. اليوم دعا رئيس الحكومة المكلف المرفوض من ساحات التظاهر محمد توفيق علاوي البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح حكومته الثقة يوم الاثنين المقبل. وجاء في تقرير لصحيفة العربي الجديد اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر سياسية في بغداد بأن حراكا واسعا أجراه القيادي في حزب الله اللبناني محمد كوثراني في اليومين الماضيين لتطويع كما جاء في التقرير لتطويع كتل سياسية عدة فيما يتعلق بحكومة محمد توفيق علاوي، كان آخرها كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي وجه أعضاء كتلته في البرلمان للتصويت لصالح منح الثقة لحكومة علاوي. أضاف تقرير صحيفة العربي الجديد بأن عضوا بارزا في البرلمان أبلغ مراسل الصحيفة بأن أكثر من 180 نائبا سوف يمنحون الثقة لمحمد توفيق علاوي المرفوض من ساحات التظاهر والاعتصام، وهو أكثر من العدد المفترض تحصيله البالغ 166 نائب. أضاف عضو البرلمان الذي رفض كشف اسمه للصحيفة بأن أسماء كابينة علاوي ستكشف يوم الأحد قبل الذهاب إلى البرلمان بيوم واحد، وقد تمت كما قال النائب تمت مراعاة التكوين المذهبي والديني في العراق باختيار الوزراء حتى لا تحتسب بأنها حكومة المكون الواحد كما قال أو محتكرة على فئة دون غيرها، لكن جميع الوزراء غير مجربين سابقا وفقا لما قال. يعني بالمحصلة احنا رايحين إلى حكومة محاصصة طائفية وحزبية وليست حكومة كفاءات مستقلة كما ادعى محمد توفيق علاوي. اليوم من خرج محمد توفيق علاوي بخطاب تلفزيوني جاء فيه طبعا الكثير من الوعود كما وعد من كان قبله من رؤساء الحكومات ولم يفعلوا شيئا من وعودهم. ادعى في خطابه بأن الجهود أثمرت عن تشكيل حكومية مستقلة كما قال لأول مرة منذ عقود بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية كما ادعى وقال، وهذا ينافي ما يصرح به المسؤولون وما صرح به طبعا العضو البارز في البرلمان للصحيفة صحيفة العربي الجديد. قال بأنها حكومة تراعي كافة الأطياف والمكونات، إذن هي حكومة محاصصة. وكما زعم محمد توفيق علاوي في خطابه ووعد بالإصلاح كما وعد أسلافه كما أشرنا قبل قليل ولم يفوا بوعودهم، كذلك زعم بأنه فور نيله الثقة من البرلمان سوف يشكل لجان تحقيقية لملاحقة قتلة المتظاهرين كما قال. ونحن نعرف جيدا أعزائي المشاهدين بأن اللجان اللي شكلها إذا تحدثنا عن موضوع قتل المتظاهرين وما أثير عن الطرف الثالث، اللجنة اللي شكلها عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المستقيل لم تخرج بنتائج ولم يأخذ القضاء مجراه في ملاحقة القتلة، وعلقت دماء الشهداء برقبة طرف ثالث حتى الحكومة والأجهزة الأمنية لا تعرف هذا الطرف كما يقولون يدعون. خلونا نذهب إلى آخر التطورات على ساحات التظاهر والاعتصام، حيث واصل متظاهرو ثورة تشرين اليوم حراكهم السلمي وأكدوا استمرار الثورة حتى تحقيق أهدافها المشروعة،
ويأتي هذا في الوقت الذي تستمر القوات الحكومية والميليشيات في قتل وقمع المتظاهرين في محاولة منها لإجهاض ثورة تشرين، فيما أكد ناشطون في بغداد استشهاد أحد الناشطين في التظاهرات في هجوم جديد شنته القوات الحكومية والميليشيات على المتظاهرين المعتصمين وسط العاصمة بغداد. وجه معتصمو ساحة التحرير في بغداد نداءات إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية لحمايتهم من القمع الحكومي والميليشياوي المستمر بحقهم، فيما نددوا بعمليات استهداف المعتصمين بأسلحة الصيد. طبعا في ساحة الخلاني واصلت القوات الحكومية والميليشيات استخدام العنف والقمع ضد المتظاهرين في بغداد، مثل ما شفنا في بداية الحلقة بعض اللقطات والمقاطع. ناشطون قالوا بأن القوات الحكومية جددت إطلاق الرصاص من بنادق الصيد ضد المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، في وقت أكد المتظاهرون رفضهم الانسحاب من الساحة لافتين إلى أن القمع الحكومي لن يثنيهم عن مواصلة ثورتهم. طبعا ناشطون في بغداد نددوا من استمرار استخدام القوات الحكومية والميليشيات بنادق الصيد المحرمة، الأمر الذي أدى لإصابة مئات المتظاهرين خلال الأيام الماضية بشظايا متعددة. أظهر مقطع مصور بثه ناشطون اللي شفناه في بداية الحلقة كيف أنه الشاب مصاب بشظايا رصاص بنادق الصيد بكثافة في منطقة الكتف ومنطقة الصدر والبطن وصولا إلى الوجه. دعونا نتابع ردود أفعال أحد المواطنين حول استخدام القوات الحكومية والميليشيات العنف ضد المتظاهرين واستمرار قتلهم للثوار في بغداد والمحافظات العراقية المنتفضة. هاي الشباب احنا نربيها ونتعب عليها، وأخير شيء تحاطك دنبكشن تطير عيونهم. انت يا دولة المن تابع؟ قل لي، تابع لإيران؟ تابع لأمريكا؟ ليش هيجي؟ دولة ولدنا احنا نتعب عليهم. وين ولدك؟ بس قل لي اعرف اني وانت وين اجيت ب 2003 على الدبابه الامريكيه؟ ابنك وين؟ وين مين انت؟ قل لي بس قل لي شنو جنسيتك؟ بريطاني جاينا عراقي هسه انت؟ منو مين؟ قل لي بس قل لي قد اجيت عندك؟ $100؟ $100 اجيت من هناك؟ اجيت على الدبابه وهسه تقتل الشباب؟ شبابنا تنسوا النجف. واحد ايراني مات، قاسم سليماني، واحد ايراني مات. سويت انت عليه؟ ماكو واحد. هذا عينه راحت، هذا ابنه استشهد، هذا اخوه استشهد. ليش هيك؟ اثنين اخوه، هذا بالجامعه وذاك بالجامعه، اثنين ما اريدهم يصيرون ضباط، اريد ابني يصير احسن مني. انت منو؟ بس قل لي انت منو؟ ليش هيك؟ معنا اتصال. صباح من بغداد، تفضل. صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بس نصل من التلفزيون أخي صباح، تفضل. أي تلفزيون بس نصي، خلي آخر درجة. دكتور عمر السلام عليكم. وعليكم السلام. إحنا كمواطنين وبالعراق نعاني مشاكل جدا كبيرة. وهاي المشاكل هي اللي خلت المواطن العراقي يعبر عن غضبه واستنكاره للعملية السياسية الجارية في البلد. عملية سياسية فاشلة. كلما هنالك أشخاص ووجوه وضعها الأجنبي، وضعها مو العراقيين، وضعتها أمريكا ووضعتها إيران في سبيل أن تحقق مصالحها من هذا البلد، اللي دا يصير إنه هذا المواطن دا يقتل، دا تسلب أمواله، دا تسلب خيرات البلد. وإضافة إلى هذا الشباب، الشباب العراقي النظيف الطاهر اللي دا يطالب بحقوقه، أو أبسط الحقوق هي الخدمات، التعيين، تحت الفرص إليه، بيجابه بالقتل. هذا يدلل على إنه هؤلاء اللي وضعتهم الأجنبي بهذا البلد هم خسرانين، هم فاشلين، ما استطاعوا أن يكسبون المواطن العراقي، ما استطاعوا أن يعبرون عن ذرة من الوطنية اتجاه هذا البلد. نعم. فعلى هذا الأساس رحيلهم، هم ما يشعرون رحيلهم قريب جدا.
فلأنهم رحيلهم قريب جدا ويريدون يحافظون على مراكزهم وتشبثهم بكراسي الحكم، ما عندهم مانع أصبحوا يقتلون أقرب الناس لهم، أقرب الناس لهم في المذهب، في العقيدة، في الانتماء الوطني. قاموا هاي المعايير كلها ما يعيروا لها أهمية وما ينظروا لها أمام رغبتهم في التشبث بالحكم. نعم. فهم خسرانين ويعرفون نفسهم خسرانين. زين؟ وكل اللي يعملون به وكل المساندات اللي تجيهم من دول العالم من الخارج كلها ما تفيدهم. احنا أنا عتبي على المنظمات العالمية لما تحس ويريدون يرسلون بالديمقراطية في شعوبنا ويعتبرونا شعوب متخلفة. هاي الشعوب المتخلفة لما تعلموهم الديمقراطية، انتوا ايش قدمتوا لهم؟ قدمتوا لهم بس مذكرات الاحتجاج؟ هي هذا هو هذا علمت الشعوب ان يخرجون بمظاهرات سلميه، وانكرت عليهم عمليه استخدامهم للانقلابات العسكريه، وقلت انه هاي الانقلابات العسكريه هي ظاهره غير حضاريه. اذا وين الدعم مالكم؟ الدعم مالكم مجرد استنكار؟ نعم. تشوفون الدم دا يراق في كل مكان، وشباب دا تروح صار عدد جدا ضخم. انتم في بلدانكم تشوفوا الاعلام يصور الى انه مواطن واحد من عندكم اذا يتعرض لاي شيء مكروه تصير هناك فضجة في بلدانكم. نعم. ليش انتم حسب دم بارد تشوفون هذا كليته وما تسوون فد عمل واحد؟ امريكا ما مسؤوله عن ما يجري في العراق وهي احتلت العراق زين وبموافقه دوليه؟ إذا وين الموقف الإنساني اللي لابد أن تقدمه تجاه الشعب العراقي؟ نعم. تنفصلتوا هسه عن مسؤوليتكم عن الشعب العراقي؟ نعم. أخي الصباح من بغداد كان معنا، شكرا لك. أحمد من سويسرا، تفضل أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية لكم وتحية لقناة الرافدين الغراء. حياك الله. هذه القناة الوطنية التي استمرت بنفس المنهجية، منهجية دفع الضرر عن المظلوم، عن المواطن العراقي، ومنهجية وطنية وخط الاعتدال. بالحقيقة أود أن أعقب على ما قاله المتصل من بغداد الأخ صباح. لا. أنا أتفق معه 100% في أن هذا النظام هو نظام طائفي بامتياز، نظام جاء به المحتل الأمريكي بطائفيته، نظام لا يمت للعراقيين بصلة، جاء بمنهج منهجية محاصصة وجلب الخراب والدمار إلى الشعب العراقي. ومنذ 2003 ولا إلى يومنا هذا لا يزال الشعب العراقي يعاني من ظلم هذا النظام ومن جرامه، وما أحداث ثورة تشرين المجيدة إلا دليل على كلامنا، وهي نتيجة تراكمات من نظام طائفي حرق الحرث والنسل، ووصلنا إلى مرحلة الانسداد السياسي، وإن شاء الله بات سقوط هذا النظام قريبا عاجل أم آجلا، وبجهود الخيرين من أبناء العراق الغيارة. نعم. أخي أحمد. نعم. اليوم في خطاب محمد توفيق علال المكلف برئاسة الحكومة قال بأنها حكومة سوف تكون حكومة يعني لم يشهدها تاريخ العراق كما وصفها أو كما قال، وأنها حكومة كفاءات وبعيدة عن الأحزاب السياسية. رأيك بهذه الجملة وما قال؟ نعم. محمد توفيق علال؟ نعم. لا أظن محمد توفيق علاوي، أنا لا يوجد عندي يعني اعتراض على شخصيته كرجل تقنقراط ومتمكن، لكنه أثبت فشله عند توليه وزارة الاتصالات، وعليه حكم غيابي بسجن 7 سنوات، عليه أن يبرئ ذمته أمام القضاء ابتداء. النقطة الثانية، هو من جاء بمحمد توفيق علاوي؟ يعني الذي جاء به هم كتلتي الفتح وسائرون.
إذا رجعنا إلى نفس نقطة البداية. نعم. الثورة قائمة منذ 1 أكتوبر وإلى يومنا هذا ترفض، كل الثوار يرفضون هذا النظام بأكمله، نظام المحاصصة الطائفي. عندما يأتي نأتي بمحمد توفيق علاوي من كتل برلمانية جلبت الخراب والدمار للشعب العراقي، ماذا أنجزنا؟ ماذا أنجزنا؟ وسبق أن تم رفضه، يعني ساحات التظاهر بأجمعها رفضت محمد توفيق علاوي. إذن وجوده غير شرعي، لا يمثل الشعب العراقي، كذب انه قال انه انا جيت من خلال ساحات التظاهر. ساحات التظاهر اصدرت اكثر من بيان عبرت فيه عن رفضها لمحمد توفيق علاوي وعدم ترشيحه من قبل ساحات التظاهر. نعم، انا اشكرك احمد من سويسرا كان معنا. وسام من بغداد، تفضل وسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخوي جاك لك مباشر ولا شلون؟ بفلي مباشرة بحكي. إيه مو داعي تحكي، تفضل أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نصين للتلفزيون. أنا شهيد مصطفى مع المجزرة السنك. نعم. أنت أخوه. أخو مصطفى الشهيد مجزرة السنك. الله. اللي قتلوا ذلك جبناء الميليشيات. الله يرحمه ويعوض الجنة. نعم أخي، تفضل. أخوي أنا دزيت لك الصور المقاطع، عايزك تعرض الجرم مال دولة جبناء المخانيس اللي طشروا رأس أخوي وأخوي الرئيس مصطفى، ما تهنى بالدنيا. عزيز صلاح يطالب بحقه، طشروا رأسه. هاي دزيت ليها الصور هسه تقصد؟ هي هسه دزيت لك مقاطع فيديو جاي يتحمل من شالوا بالإسعاف ومن طشروا رأسه. نعم. هاي شو وقت التاريخ بالضبط أخي وسام؟ التاريخ معي ها عيني؟ أصنع السبعة هاي من دخلت، أصنع السبعة من دخلت السيارات هاي مال الميليشيات الوقحة. 12 اللي دخلوا بالكوسترات، أصنع السبعة اللي دخلوا بالكوسترات. ها نعم تمام. ظاهرين طشروا ورا تقوي. نعم. دخلت فيها دولة جبناء. استشهد مباشرة. مباشرة استشهد، ومطببين الجملة العصبية ويقولون إن عدل يقشمرون علينا. زين طببين الجملة العصبية لقينا أخوي ذابينا في الثلاجة. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله العظيم عزيز، ورسيت ذاك المقطع من خلينا النزلة مالته على التابوت وانا نايم على التابوت وامي يدفنون دي عند التصوير، امي تقول لي لا تدير التراب على راسي، هذا ما يتحمل. والله العظيم ما نسوي شيء، فقير طلع يطالب بحقه، لان قاعد عطال بطال خرج اعدادية وقاعد عطال بطال حصل عليه لان الدينار، انا وخوتي اللي الدينار يشتري سيجارة. لا اله الا الله. زين بس والله جبناء، والله مخانيس، والله راح يشيلون شرع الحمى والجالة والحشارة وكلهم كلهم مخانيس وكلهم جبناء، ورجال اللي يطلع منهم، رجال اللي يطلع منهم ضرب اخوي صار بغير تداخل ليته يشتم الهواء. زين اذا ما اسوي عبره كان من كان، زين من اي مليشيا اسوي عبره على جبتي والله. زين ما بيهم خير، ما بيهم شريف، حكومة فاسدة، أحزاب فاسدة، مرجعية جبناء ما تحكي. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يعينكم والله يا أخي. شنو ذنبه؟ شنو ذنبه؟ مصيبة والله. شنو ذنبه يطشر راسي؟ يغسلون بيه بالمقاس راسي، أخوي كله مطشر. زين شنو ذنبه أخوي راح؟ يعني أنا السفر إلى 53 يوم أتمنى يجيني حتى لو بالحلم أسمع صوته، حتى لو أسولف وياه، حتى لو أشوفه، يعني أطق قلبه على أخوي. ليش هرموني من اخوي؟ روح شوف حالك والدتي، روح شوف حال ابوي صار دي جلطه، امك كثر عندك خلا مستشفى. انا لله وانا اليه راجعون. اتمنى ان دزيت لك المقاطع، اتمنى تنشر المقاطع لحد دزيت المقاطع من الفيديوهات. دزهن اخي دزهن، ان شاء الله ننشرهم باذنه تعالى. زين شوفوا بالاسعار الشنطه شاوراته وجماعه المظاهرين لابسين الكمامات ويصرخون. تزهن وإن شاء الله. يعني شوفها بالمختزل، شوف والدتي من يدفنون بي، شوف حال والدتي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. زين والله جبنا، والله من الشر جبنا، بس والله الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يقول الظالم سيفي في الأرض أنتقم فيه وأنتقم من، بس الله الحين ينتقم منهم، حوبة الأمهات وحوبة أخواته وحوبة أخوته وحوبة أصدقاء اللي يبكون عليه ليل ونهار، الله الحين ينتقم منهم.
ونهايه قربت وراح يشوفون ويقول راح تنقلب عليهم الدنيا قلب. والله والله ايش ساكتين احنا ترى مطينهم مجال صدقني مطينهم مجال بس ما يعرفون الوقت مالتهم راح انتقديه ونسويهم عباره عن طحين شلون ما يقولون الا طحين الا نسويهم الا طحين. الله يعينكم والله يا اخي وسام والله والله العظيم غرفته استقبل حسين غرفته ام السته ذيك بعدها فوق غرفته ما نام جاي ينزف اسبوع الاخ استقبل حسين لا اله الا الله زين ويوميا والدتي والدتي تقرمت تصعد تشوف على الدرج تطلع غرفه تبكي مالته وتنزل ملابسه وغرفته ونيشانه وذهبه والنزله مالته اشتراها عمتين بيضة قال خليها عاد شربه أكثر وهاي العفو حطيناها على حتى أبوت مالته. لا إله إلا الله. والله يا أخي وسام الله يعينكم والله. والله مصيبة. والله العظيم تقبل حسين كسرونا كسرة بس الله راح يكسرهم الله راح يكسرهم وراح ننتقم منهم انتقام ما خلي يذكرونا خلي يذكرونا راح يصير بيهم. بس اقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. احسنت زين والله العظيم رحت يم القبر ماله يعني قبل اسبوع انا ابكي ما صار 15 من 40 مالتي والله اريد بس يحاكي يعني بس اسمع صوته اخوي طق قلبه علي اخوي راح اموت والله راح اموت انا راح قلبه يطق بس الله يشي يوقع واحد ايدي كتاله الله هيك وقع بيدي اذا ما شرحت كتر تقرا ابوي شو يقول؟ يقول بس اتمنى كتال ابني يطيح بيدي. قال لا خلي عشيره ولا عمام ولا دوله ولا قانون تتدخل بي، قال بيدي اذبحه امثل بي. والله ما طاح منهم واحد، احنا جاي نفطر ونزعل بس خلي يعطونا خيط يقولون فلان. شو تابع مو الحزب، لو تابع الله كبره اخذ صاروخي منه. لا يعني ما نريد حتى ما نتجاوز على ذات الإلهية أخي وسام والله جبناء نعم. ومخانيس وسام وما عندهم عرب وما عندهم نعم. شرف زين وأجمل الجبناء لو بيهم رجال يقابلنا لو بيهم زلمة يقابلنا بس حرامات لو تقول عليهم زلم هم ذولا مخانيس هو اللي يقتل ابن ولايته واللي يقتل ابن بلده هذا ايش تترجى منه؟ نعم والله وسام مصيبتكم مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون بس يعني بإذن الله هذا الشهيد هذا الشهيد هذا لا تنسى هذا الشهيد طلع هذا طلع طلع يدافع عن عن, عن عن البلد طلع يطالب بحقه نعم الله يعينكم والله أنا أسأل أنا ببيتي لو موجود وأعطيك أم تحكي أم تقول لي أتمنى أحكي قناة أريد بس أسيبهم على ذول الجبناء طقوا ابني هسه لو موجودة أمي بالحسين شاف الله يسعدك تبكي على البكي مالها إذا تحب تتصل باشر أهلا وسهلا بها والله يا ريت والله اتصلت عليك بس أرجو المعذرة سيدي ما كفاية أتصل عليك ان شاء الله انا اشكرك اخي والله يصبركم وان شاء الله من الشهداء وانت اسمك وسام واخوك علق وسام لعائلته ولبلده بتقديمه اغلى ما يملك الانسان هو روحه يعني هو شاب وانت مثل ما قلت يعني والله يعجز اللسان عريس طلع متظاهر سلمي وكتلوا الميليشيا طبعا هو الاخ بعث لي الصور انا يعني وصلتني كم صوره والله صور مؤلمه ان شاء الله نعرضها يعني باكر صور مؤلمه جدا صراحه جدا مؤلمه انا لله وانا اليه راجعون مصطفى السيد من مصر تفضل اخي مصطفى ايوه السلام عليكم استاذ وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا بك اسمح لي اولا نترحم على شهداء الثوره العراقيه العربيه المجيده الرحم والمجد والخلود لشهدائنا الابرار الاحرار احرار الوطن اللي ضحوا بدمائهم من اجل تحرير الوطن من المستعمر الامريكي الصهيوني الإيراني المتمثل في عصابة ما يسمى الأحزاب ده فيلم سينمائي فيلم سينمائي من إنتاج وإخراج أمريكا بمساعدة من إسرائيل ضم العنصر الإيراني بالتعاون مع الكيان الصهيوني بتمثيل من عصابة ما يسمى الأحزاب عصابات القتل والدمار اللي استخدمها المستعمر الأمريكي لإبادة الشعب وتدمير الوطن ونهب ثرواتنا وسيادتنا كما أنت شايفين زي ما العالم كله شايف أما سيدي بالنسبة لما يسمى محمد دلاوي محمد دلاوي المذلول ده حرام يا سيدي حرام وعليه قواضي ومجرم وصارق حوالي 4 مليار
دولار من ايام ما كان في الاتصالات. فهل يعقل بالمنطق ان المخلوع ما يسمى المخلوع عادل عبد المهدي، يا ريت تذكرونا ان هو مخلوع، لانه مخلوع وحيدر مخلوع والهليكي مخلوع، كلهم مخلوعين. فيا ريت تذكرونا في الاعلام كلمه المخلوع لانهم مخلوعين فعليا. هل يعقل ان مجرم ينصب مجرم؟ بالعقل يعني بالمنطق بالاصول، هل يوجد نظام في العالم كله بهذا الوصف؟ يعني كلام لا يقبله العقل يعني بدون لف وبدون دوران. فيصير انتهت قصه العصابات، انتهت. نؤكد لحضرتك ان انتهت تماما، والعراق اتحرر فعليا، لان يا سيدي الاحتلال احتلال العقل، احتلال الارض. ده سهل جدا ان انت تطلع الامريكي والصهيوني والايراني، لكن احتلال العقول ده اللي فيه مشكله كبيره. العصابات دي عقلها محتل من قبل النظام الصهيوني الايراني، وصراحه انتماءهم يا سيدي الخميني الصايع الصهيوني عدو الله وعدو الانسانيه. ماشي اول. فيا سيدي القصه انتهت، واسمح لي نحيي نضال الاحواز العربي. ونحييكم، جيتم في ميعادكم وفي توقيت مهم جدا ودقيق. ونطالب حضراتكم بتشكيل حكومه للاحواز واعلانها دوله مستقله عربيه لها سياده. وانا اشكر سيادتك، وعاش سيدي العراق ابو العروبه وابو الاوطان كلها، وانا اشكرك. شكرا مصطفى السيد من مصر، كان معنا ابو علي من السويد. تفضل ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخ عمر. يا هلا بيك. تحياتي لك والكادر لقناة الرافدين والمشاهدين. حياك الله. أخي أنا كان عندي بس مداخلتي القديم كانت على مود قاسم سليماني والمهندس الدمار. هذا لازم الواحد يسميه مهندس الدمار، مو مهندس الإعمار. أبو المهدي المهندس. أوكي يا أخويا. فاللي أنا جاي أفكر به، يعني هم هسه إجوا مع الأمريكان، صح؟ هذا العامة والأمي والمثقف، هذا الكل يعرف إنه هذن الأحزاب كلهم إجوا على دبابة الأمريكية بكل مسمياته. بس بالمناسبة أنا بس أريد أقول شيء، أنا واحد كردي وأهلي من المرحلين من خانقين للرمادي، ما معناته المتكلم وياك لا من البعثية ولا صدامية. أخاف يقولون أنه قناة الرافدين هذا بس يروج هم ضد الأمريكان هم ضد الشيعة وهم ضد هذا. لا، أنا المتضرر، أنا الأهلي كانوا من المرحلين، وهسه الوالدة الحجية تقول يا ريت يا ريت يا ابني بأيام صدام، هسه وإحنا المتضررين. أوكي، هذا شنو معناه؟ المعناه أنه إحنا كان عندنا شخص واحد دكتاتور يتحكم بينا، بس هسه صرنا ألوف الدكتاتورية وألوف القتلة. الحمد لله بأيام صدام مثل ما قالوا أهلي رايحين جايين، رمادي بغداد خانقين بنص الليل، ماكو خوف، أمان. طب بنص البغداد وافترش وقت ما تريد. إيه هسه أكو فحل يطلع نص الليل من مدينة إلى مدينة ثانية؟ ماكو. يا إما خطف يا إما قتل يا إما رشوة. على كل هذا بموضوع ثاني. فالأخ هذا بس أريد إثبات وجودي أني منه، أني لا بعثي ولا يوم من الأيام كنت من البعثية. أوكي أخي. فالقصد هنا اللي جايبين الأخ العلاوي اللي سووا عليه اجتماع من 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 القوم، واللي كله بأمر إيران، كله بأوامر إيران، اتفقوا إنه يجيب علاوي. جابوا ما جابوا، الكل مبتعد، من البعيد يحركون به، من بعيد يقولوا له سوي هذا وسوي هذاك. ليش هسه قام الأكراد يريدون حصتهم؟
والسنة يريدون حصتهم، والشيعة لأنه هم جابوه هسه نقول احنا ما نشارك، دخلي شوي يلتم الأمور وخلي شوي يصير المصالح الشخصية بيناتهم، راح تقوم عياطات وراح يقولون هذا حرامي وهذا، هم ما يقولون نعم انه احنا الحرامية. نعم اخي ابو علي من السويد كان معنا، شكرا لك. طبعا المتصل وسام من بغداد اخو الشهيد مصطفى اللي احد شهداء السنك، يعني صراحة ما تحدث به يعني يوجع القلوب. يعني وسام يمثل عائلة شهيد، وإحنا مثل وسام هناك مئات العوائل اليوم مفجوعة بأبنائها، الشباب متظاهرين السلميين اللي ضحوا بأرواحهم واستشهدوا من أجل الوطن، طلعوا بتظاهرات سلمية، طلعوا بتظاهرات تطالب بوطن، بوطن خالي من الميليشيات، وطن خالي من الفساد، وطن حقيقي وليس وطن مثل ما شاهدناه من العام 2003 ولغاية الآن. فصراحة مأساة، مأساة العراق يعيش بمأساة من العام 2003 ولغاية الآن، واللي شفناه واللي نشوفه يومية من 5 أشهر يعني كارثة كارثة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال محمد من السماوه، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عمر تحيه لك حياك الله، وتحيه للرافدين
وأحيي ثورة تشرين المنتفضين تحية الرجال الكبار. حياك الله أخي العزيز عمر، باليقين والتسليم وهب الحياة طعما لا يتذوقه إلا الكرام، وألبسها ثوب السعادة حين اختار مصارع العز على طاعة اللئام والفساد، ونزع الذل عن حياة طلقها الشعب العراقي بالثلاثة يوم أزلفت فتكرر الأجيال اسمه عزة وتضحية وثورة ومحبة إنسانية وسلام. هذا الشعب العراقي المنتفض الذي صنع من الموت شعار الحياة يوم رفعت فيه علم العراق، علم الحق والعدل ضد الظلم والباطل والفساد والطغيان، في صرخة مدوية هيهات من الذلة، فكانت شهداء تشرين شعارا يعاند النسيان. وإذا كنا حقا على درب الشهداء نسير وعلى خطاهم ونهجهم نعيش، فما أجدرنا أن نمجد مبادئهم وقيمهم ورسالتهم سلوكا وتطبيقا في عراقنا العزيز الذي امتزج تراب بدم الشهداء. هيا نمحو آثار الإرهاب والفساد في كل مستويات الثقافة والفكر والسياسة والاقتصاد. وشكرا لك أخي عمر. أنا أشكرك أخي محمد من السماوة كان معنا. أبو مالك من أمريكا، تفضل أبو مالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. يا هلا بك لك ولكل كادر القناة. يا هلا بك، أهلا وسهلا بك. وتحية خاصة لكل العراقيين المنتفضين بالشارع. حياك الله أخي أستاذ عمر. نعم. ذولا أعضاء البرلمان اللي هم هسه يصوتون لرئيس الوزراء هم أصلا صعدوا للبرلمان بانتخابات مزورة. نعم. ثانيا الشعب رافضهم، 4 أشهر صار لما انتفض بالشارع رافض العملية السياسية على بكرة أبيها، فما يحق لهم أصلا يرشحون. وثانيا الترشيح يجب أن يكون شخصية من رحم الشارع العراقي. نعم. ثانيا أستاذ عمر، بالنسبة الكوثراني لو هو اكو قاده سياسيين مضبوط بالعراق كيف يسمحون لهالشخص هذا ايراني يدخل بالشان العراقي؟ نعم. وهاي الدماء اللي سالت خلال هاي الاربع اشهر في الشارع برقبه المرجعيه في العراق المتمثله بالصافي والكربلائي وعلى راسهم السيستاني، لانه كل خطبه يلفون ويدورون على المندسين والمندسين والمندسين، ما يوم من جمعة خطبة وخطاب ونددوا بهذا القتل وحملوا الحكومة مسؤولية الدم الديسيل بالشارع، وهم يتحملون كل قطرة دماء سالت بالشارع من هاي الشباب أمام الله. وأنا أشكرك أستاذ عمر. شكرا أبو مالك من أمريكا كان معنا. أبو فاطمة من النجف، تفضل أبو فاطمة. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله. يا هلا بيك. بارك الله فيك. اولا اخي عمر اريد ان ابشر الاخ قبل قليل اخ وسام. نعم نعم. اقول له ابشر اخي الكريم بكل خير، وان وهنيئا لاخيك الشهاده باذن الله، فهو الان في حواصل طير في الجنه، وسيشفع لـ70 من اهله وأحبائه، وهو يتمنى كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرجع يبعث مرة ثانية ليستشهد مرة ثانية على أيدي هؤلاء المجرمين لما يراه من جزاء وفوز عظيم عند أرحم الراحمين بإذن الله. أخي عمر، بالنسبة لقضية علاوي وكابينة العلاوي يقدم الكابينة يقدمها إلى من؟ إلى البرلمانيين، إلى الحرامية؟ كيف يعني في العراق أمور عجيبة غريبة، يقدم لينال ثقة الحرامية على هؤلاء؟ نعم. هؤلاء يضحكون على من؟
هو يقول ان اول شيء اذا فازت الحكومه بالثقه اول اجراء سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديمهم للجنات. هذه صار قريب خمسه اشهر والمجرمين وجوههم يعني معروفه صوت وصوره. لم يستطيع ان يقدم واحد. انت تاتي بعد خمس اشهر تقدم؟ احنا ما نريدها، احنا نريد شيء واحد، ان تحل الميليشيات تسحب السلاح وتحرق دستور بريمر. اذا استطاع اي شخص، ما نحن ما عندنا مانع، اي شخص يستطيع الان ان يامر فيطاع، يعني يكون فعلا رجل سياسه ورجل دوله، نحن نرحب به. نحن ما عندنا، نحن نريد الامان والعداله وان تسحب هذه، لان اخي الان هم يمجدون بهذا الحشد اللي هو اصل الميليشيات، يقولون عليه الحشد المقدس. لماذا لا يقولون الجيش المقدس؟ لماذا لا يقولون الشرطه المقدسه؟ لان ايران تريد ان تذل هذا الجيش، تريد ان تنتقم من هذا الجيش الذي اخزاهم وجرع كبيرهم الخميني الدجال كأس السم. هذه أخي، إحنا إذا لا تحل هذه الميليشيات فنحن يعني أنا أوجه كذلك رسالة لهؤلاء الحشد، ما يسمى الحشد أو القبعة أو جماعة الصدر. أنتم ألستم عراقيون؟ أنتم يعني كيف يعني تستطيعون تجروا أن قتل أخوانكم العراقيين بهذه البساطة؟ ليش؟ هل أنتم خائفون؟ ليش انتم رجال؟ احنا العراقيين معروفين بالشهامه والرجوله والشجاعه، لماذا يعني من وراءكم؟ احنا نريد نفهم، هل انتم عراق؟ انا لا اصدق الكثير منهم من العراقيين، العراقي رحيم، العراقي عنده نخوه وشهامه، يطعنون بنساء العراق. ليش؟ لماذا لا نرى ابناء المرجعيات وابناء امراء الميليشيات في المظاهرات؟ ليش؟ ليش ابناء السيستاني وابناء المالكي وغيرهم الان كلهم في خارج العراق، لا يوجد شخص في داخل العراق؟ نعم ابو فاطمه النجف كان معنا، شكرا لك. خلونا نقرا رسائل واتساب. يقول ابو جعفر من السعوديه، مساء الخير اخوي عليك وعلى القناه وطاقمها والمشاهدين الكرام. يقول هذه الشله المجرمه اوغلت في قتل الشعب العراقي العظيم، فمن المستفيد من وراء ذلك؟ الم تكن ايران؟ رسالة: السلام عليكم. علاوي تولى رئاسة الوزراء بمباركة المرجعية والأحزاب والميليشيات لكونه شخصية ضعيفة جدا، وستبقى الأحزاب هي من تحكم العراق، وسيستمر القتل والنهب والسرقات من قبل الميليشيات والبلد في فوضى. مع تحياتي أبو عمار. رسالة: السلام عليكم، أن يخدكم من الشمال، نطالب بالمحكومين والمفقودين. أم علي من ذي قار تقول: شلونك أستاذ عمر؟ نحن لا نكتب التاريخ، بل التاريخ يكتبنا بدمائنا فقط، ويكتب بشرفكم، تقصد المتظاهرين، وغيرتكم ووطنيتكم فقط. يبقى العراق شامخا بكم أيها الأبطال، أما الخونة فمصيرهم في مزبلة التاريخ. رسالة: السلام عليكم يما، شلونكم؟ أنا خالتك. إلى متى هذا القتل؟ هذا علاوي جاب المالكي وهو خلاه يريدون يكملون مسيرتهم بالسرقة. نعم، طبعا روى بعض المتظاهرين ممن تعرضوا للضرب والانتهاكات الجسيمة على أيدي الميليشيات الموالية لإيران بعد اختطافهم من قرب منازلهم أثناء عودتهم من ساحة التظاهر في ساحة الحبوبي وسط الناصرية. تحدثوا بأنه تم تعذيبهم بطريقة وحشية، وقبل الإفراج عنهم قامت هذه الميليشيات بتهديدهم بقتلهم هم وعوائلهم إذا نزلوا للساحات مرة أخرى. نشوف ردود أو يعني مقتطف لما تحدث به هؤلاء الذين تم اختطافهم من المتظاهرين. البيت عندهم، هذا البيت يعني ما أعرف، ما شفت بس الحيطان مالته. يجون ثلاثة ديم شتفة وعيوني مغمضة، فضربوني عندهم صندات وشلاليق، يعني أذوني بالضرب كلش.
بقيت عندهم تقريبا 4 أيام. أقول لهم شنو السبب؟ يقولوا لي أنت ليش أنت تحكي علينا؟ وأنت حرقت مقراتنا وتطلع تظاهر علينا، فما اليوم احنا نريد نكتلك نموتك. تعرضنا لعمليات القمع بشتى الوسائل ومن جهات مختلفة، منها الجهات المعروفة ومنها الجهات المخفية التي كما تسميها الحكومات بالطرف الثالث. تعرضنا للعديد من عمليات الاختطاف، إضافة إلى ذلك العديد من عمليات التهديد والتنكيل وتشويه السمعة والصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن إن شاء الله مستمرون. ونحن عندما خرجنا إلى هذه الثورة العظيمة وضعنا خياران لا ثالث لهما، وهما أولا أما النصر واسترجاع المطالب المسلوبة التي سلبتها هذه الثلة الفاسدة، وأما أن نرجع محمولين على الأكتاف شهداء في سبيل هذا الوطن وفي سبيل إصلاحه. شهادات لبعض المتظاهرين اللي تم اختطافهم وتهديدهم على إيد الميليشيات في الناصرية. معنا علي من هولندا. علي عندنا دقيقة، تفضل. والله سيدي الموضوع كلش مهم، تفضل. يجب أن نتخذ كل الإجراءات في سبيل وضع نقاط مهمة على الحروف حتى يتمكن البعض يصل إلى قمة ما يريدون. مجموعة التي وقعت بالعشرة على البروتوكولات وحلفائها مع الصهيون ظهرت إلى الشارع الآن وللمواطنين الآمنين المظلومين، عقود عجاف ظهرت بلباس الديمقراطية واللحى والعمائم البيضاء وباللغود المملوءة باللحم الربوي وبالملابس البريطانية والأمريكية إلى آخره، ذلك لخداع شعبنا المظلوم بشكل مراوغ وبالتملق الكاذب، ويتسلقون المنابر والفضائيات بهذا الفراغ المنطقي والجانبي. وثانيا نراهم تحت طائرات الأمريكية ورجالها ينفذون ما يريدون. الكلام كلش كبير إذا تمكننا من أن نخطئ هذه البعض ونتخطى بعض هذه النقاط. كثير جاء منطقة بقاعدة الشعور ولكنه فشل أمام بروز الطائفية وحذف التشنج والاصطفاف، تقودهم مجموعات واضحة كوضوح الشمس ومرت 17 عاما على هذه الدولة ولم يتحقق ضمن واحد شيء واحد لم يتحقق ضمن دائرة سلبية معطلة بعيدة كل بعد عن الدائرة الربانية. الوطن العراق، ما هذا يحبه العراق؟ لا تعتقد في يوم من الأيام أن يتمكن أحد يظلمه أن يعيش عليه فوق هذه الأرض والتراب الطاهرة إلا ويزيحه الله أو يزيحه الشعب. من هنا بدأ المصطلح بالرفض أولا وآخر لكل التعليمات والتعليلات والسلوكيات. نعم أخي علي، حتى القطع لجميع الطرق. أنا أشكرك أخي علي من هولندا وأعتذر عن المقاطعة لأن انتهى وقت البرنامج. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.